يا هلا ومرحبا مشاهدينا الكرام، صباح الإبداع. ضيفتنا اليوم الطالبة تالا شاركت في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022 وتأهلت ما شاء الله تبارك الرحمن للمرحلة الثالثة للمعارض المركزية في إبداع 2022 في الرياض، وكانت من ضمن مجموعة أصغر المشاركين في المسابقة، وقدمت فكرة مشروعها وهو الوسادة الهوائية. نرحب بضيفتنا تالا الهزاع المنورة، صباح الإبداع. صباح الخير تالا، كيف حالك؟ تالا انت ما شاء الله ابدعتي في هذه الفكره وتفوقتي فيها، عشان كذا انا ودي انك تقولي لي وتقولي الفيصل والمشاهدين ايضا عن مشروعك هذا اللي هو مشروع الوساده الهوائيه، كلمينا عنه. اول شيء اشكركم على الاستضافه. بالنسبه لمشروعي الوساده الهوائيه المنقذه لايف جارد اير باج، عباره عن وساده هوائيه من النايل او المطاط تكون اسفل المسبح، وتوجد بها ثقوب تسهل خروج الماء إلى أسفل وارتفاعه إلى أعلى. هدف المشروع هو إيجاد حل سريع وعاجل لإنقاذ الغريق من المسبح ولتقليل الكوارث من التدخل البشري، خاصة عندما يكون المنقذ غير ماهر في السباحة. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك لأن ترجي، قول آمين. طيب شلون جاتك الفكرة؟ من وين استوحيت الفكرة؟ بالبداية يعني دائما أسمع وأقرأ عن حوادث غرق خاصة للأطفال، فهذه مؤلمة، وحتى لما نروح لشاليهات أو حدائق يعني الأهل يخافون يشيلون هم من المسابح، وبعضهم يشيلون هم إنه ما يحطون مسابح في البيت لهذا السبب، فكذا جتني الفكرة. جميل. طيب تالا، يعني كلمينا عن تجربتك في مسابقة الإبداع، خاصة أنك أنت شاركتي في المعارض المركزية، وإيش استفدتي؟ كانت تجربة يعني حلوة وجميلة، تعرفت على أشياء كثير وحضرت ورشات تدريبية لمدة 3 أيام، ورحت يعني عرضت مشروعي عند المحكمين. صح بالبداية كنت متوترة، بعدين خلاص يعني شجعتي. إيه جميل. طيب تالا خليني أسألك، دائما في كل نجاح في شخص ملهم أو دائما يحفزك، من أكثر شخص دعم تالا؟ البداية الفضل لله سبحانه وتعالى ونعم بالله. بعدين أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعمهم لنا موهوبين، وأشكر موهبة لأنهم أتاحوا لنا الفرصة في المشاركة. صحيح. والدعم لي أسرتي، ماما وبابا، الله يحفظهم لك، أختي ساعدتني في المشروع. مين اللي معك اليوم في الاستوديو؟ ماما وأختي، الله يحفظهم يطول بعمر، الله يحفظ لكم تالا يا رب. طيب تالا، يعني أنت ما شاء الله عليك واضح أنك فتاة موهوبة وذكية، عشان كذا أنا ودي أسألك إيش طموحك وهدفك في المستقبل؟ هاي هيكون في اختراعات جديدة في المستقبل قاعد تفكري فيها؟ إن شاء الله، يعني في المشاركات القادمة إذا قدرت أطور من فكرتي ولقيت جهة داعمة تطبقها أو أشارك بفكرة ثانية. جميل. تالا كم عمرك؟ عمرك 12. 12، بنتي أصغر منك بسنتين. أبي بنتي يوم من الأيام تكون تالا قدوتها، وش توجهين لكل البنات الآن يشاهدونك وتحفزيهم بطموحاتك المستقبلية، وش تقولي لهم؟ أقول لهم لا توقفون ولا تترددون، يعني حتى لو كانت عندكم فكرة بسيطة اعرضوها، يمكن تلقون جهة داعمة، يعني يمكن اليوم بس تصير فكرة بكرة تصير ابتكار تكلم عن العالم. ما شاء الله تبارك الله. جميل. كمان قولي لهم كيف يطوروا وقتهم ويستغلوا الوقت عشان يطوروا مهارة عندهم، كيف أنت استغليتي هذا الشيء؟ يعني لا تلعب واجد. ركز. لا، هل كنت تلعبين؟ أبي تشرحين يعني كيف كنت تقسمي وقتك؟ كنت أخلي وقت للعب يعني، بس برضو في وقت مو حلو. لا خلي خذي راحتك وابتسمي وهدي الأمور طبيعية. طيب أسألك تعالى، أنت الآن في بيتك من يوم ما شاء الله ما بديتي وتراراتي وما شاء الله صرتي ما شاء الله من أحد الموهوبات، كيف كان تقسيمك للوقت؟ شلون أي هل اللعب كنت تلعبين طول الوقت؟ أبي كل اللي يشاهدونك الآن يتعلمون من تالا، هل كم متخصصين للعب، كم متخصصين مثلا للطلعات انت وصديقاتك للمذاكرة؟ اوكي الوقت له لعب، بس انه مو ما يكون مش طول الوقت. ها؟ مش طول الوقت قصدك؟ مو كل الوقت. ايه مو كل الوقت، يعني بس له وقت مخصص، ما خلي كل وقتي على اللعب وعلى هذا، برضو في اشياء اهم منه. صحيح. جميل. الله يوفقك. طيب كيف أيضاً يعني
ايش تقولي لماما اللي معك الان موجوده؟ ايش تقولي مثلا لنفسك انت؟ كيف تكافئي نفسك بعد ما اصبحتي موهوبه وعندك يعني افكار جميله جدا ويعني فزتي فيها؟ كيف ممكن تكافئي نفسك؟ هل تكافئي نفسك بانه خلاص خليني اعطي نفسي بريك والعب، ولا خليني افكر ويكون عندك نوع من الطموح اني اشوف ايش راح اسوي افكار جديده؟ اول شيء اشكر ماما لانها كانت داعم، اول داعم لي اساسي يعني. يعني ان شاء الله اقدر اشارك يعني في الاولمبياد الوطني، هو اساسا كل سنه يعني، حتى لو ما قدرنا نشارك هذه السنه نقدر نشارك السنوات القادمه. ان شاء الله يعني اشارك فكره ثانيه سواء بنفس الفكره. وراح تنجحين، متاكد انا من هذا الشيء باذن الله. شكرا لتالا الهزاع، وايضا شكرا لاسرتها الكريمه، وايضا شكرا لموهبه مثل ما ذكرت تالا، وشكرا لك، يعطيك العافيه. والى مواضيع اخرى مشاهدينا الكرام.